مشاهدينا اليوم راح نتعرف مع ضيفنا في الانجازات اللي حققها وفي رصيده كثير من البطولات اللي قدر انه فعلا يرفع اسم الكويت عالي من خلال ابرز البطولات كينج اوف نيشن العالميه وحقق فيها المركز الثالث ومشاركته للسنه الثانيه على التوالي. بتواجد ضيفنا اليوم راح نتعرف اكثر حول هذا الموضوع ناصر المطيري متسابق درفت في نادي باسل السالم الصباح لسباق سيارات. حياك الله. حياك الله حبيبي، الله يحفظك. الله يسلمك ومنورنا. الله يسلمك. يا هلا ومرحبا فيك استاذ ناصر. في البدايه في رصيدك الرياضي الكثير من الانجازات، فياريت تتكلمنا عن هذه الانجازات واخر انجاز وصلت له. لله الحمد، يعني من بدايه مشوار الرياضي في 2002 كنت امارس رياضه المحركات ما بين رالي وما بين دريفت، فانتقلت 2007 الى رياضه دريفت تخصصت فيها شويه. انطلقت 2016 بطولة عالمية كينج اوف نيشن وورد تشامبيونشيب، كان هدفنا ان نشارك فيها ونمثل الكويت بصورة حسنة ونكون مع التوب 10، بحكم ان المنافسة كانت ما بين دول عالمية نتنقل ما بين الشرق الاوسط الى شرق اسيا وتختتم في البرازيل. بعد ما انهينا ثلاث جولات شفنا نفسنا يعني مع التوب 10 اوريدي، دسنا بنزين زيادة، حاولنا ننافس الفرق القوية اللي ويانا. الحمد لله حصلنا على المركز الثالث بالبرازيل عام 2016. حلو. يعني يمكن جزئيه كينج اوف نيشن هذه البطوله كلمنا عنها اكثر، البعض ممكن يظن بان اذا البطولات الخارجيه مو كلها صعبه، المنافسه فيها ما تكون قويه، كلمنا عن هذه البطوله بتفاصيلها شوي. البطولات الخارجيه هي بحد ذاتها صعبه انك تقرر انك تنافس فيها، خاصه ان هناك محترفين ناصر، ها وظيفتهم محترفين وفرق كامله مدعومه من دول. بحكم انها انطلقت في الشرق الاوسط، انطلقت 2016 في الامارات العربيه المتحده. حلو. وبعدها انتقلنا الى ماليزيا ومن ثم الى تايلند، بحكم ان اللعبه شرق اسيويه كانت المنافسه هناك حلو شرسه بشكل يعني ما تتصوره، كانوا متسابقين تايلنديين معانا عددهم وصل ل 100 متسابق ما شاء الله. بعدها رحنا الى المقصله اللي هي اليابان. حلو. كانت تنافس اكثر واكثر وختمناها بالبرازيل. يعني شوف بحكم انك كنت تتنقل حق السباق كان الضغط علينا واللوجستيك والترافل ما بين دوله الى دوله مع معداتك كان بحد ذاته تشالنج الحاله. وبالفاينل كان بالبرازيل، كان على جبل، يعني انا بحياتي ما كنت سابق على جبال او مرتفعات يعني خياليه. وصلنا هناك لا شفنا المرتفع عالي والسرعات كلها متعودين على هال، خلينا نقول لا ما كنت متعود على هال للامانه، ما كنت متعود عليها. فكان هناك التنافس اكثر ما بين اصحاب البلد وحصلنا فيها الحمد لله على المركز الثالث من بين 168 متسابق. 168 متسابق. نعم. اذا هذا يعني هذا كان اول انجاز عربي في بطوله عالميه. حلو. لله الحمد. حلو. حصلنا يعني في الثالث. جميل ما شاء الله. استاذ ناصر، يعني لو بنتكلم عن مستوى الرياضه هذه عندنا في الكويت، شلون تصف هذا المستوى؟ الرياضه هذه للاسف بالكويت انطلقت يعني من بين 4 سنوات الى 5 سنوات يعني. وكانت بدايتها ضعيفة بحكم أن أغلب المسؤولين يشوفون قادين المحركات أو متسابقين المحركات يشوفونهم مستهترين، وهي بالعكس هي كانت تحتوي على كثير من وسائل الأمن والسلامة وكانوا يمارسونها الشباب في أماكن منظمة وأماكن يعني مخصصة للسباقات هذه. وكل ما لها تتطور الحمد لله يعني كان عندنا أبطال السنوات التالية في هالرياضة هذه، ويعني كنا ننافس لما نشارك بالخليج مشاركات الاقليميه كنا ننافس ابطال الامارات وابطال السعوديه وابطال قطر والعمان، يعني كان التنافس بيننا يعني وايد قريب، والحمد لله يعني مستوانا قاعد يتطور من احسن الى احسن، ان شاء الله مع افتتاح الحلبه الجديده يصير افضل من السابق ان شاء يعني الله. يعني دام جبت طاري الحلبه الجديده لازم نوقف عند هذه الجزئيه اليوم. اتوقع كلكم بانتظار هذا الصرح العالمي اللي يعني الحلم يقولون قريب راح يتحقق، يعني احنا سمعنا بانه المفروض بشهر 3 ان شاء الله، ان شاء الله يعني نهايه شهر 3 على حسب يعني الاخبار اللي انتشرت من بين المتسابقين. زين ناصر، ايش كثر راح يفرق؟ يعني دام تتكلم عن هالصرح، يعني احنا عندنا كثير من المواضيع، لكن اليوم بالنسبه لكم انتم كلاعبين احنا يعني ما شاء الله بانجازاتكم انتم محترفين، لكن واقع الحال احنا نقدر نقول بان انتم عندكم وظائفكم عندكم شغلكم. صحيح. زائد على هذا ما شاء الله بمشاركتكم في السباق، ايش كثر راح يفرق وياكم اليوم ك لما يفتتحون الحلبه؟ لما يفتتحون الصراحه هذا لما يفتتحون الحلبه راح تكون انت بملعبك. كل يوم تقدر تروح تتمرن، كورنرات غير، استراتيجيه غير بالتمرين، بعكس انك تروح ساحه مثلا مفتوحه تتمرن فيها. صحيح. الأريا كلها على مد انظارك تقدر تشوف كل شيء، لكن لما تكون في حلبه فيها منحنيات. صحيح. فيها مرتفعات، لفات معميه ما تشوف شو اللي وراها، هني راح يكون تشالنج اكثر وراح تتطور مرهبتك. مرهبتي تطورت في اليابان وفي تايلند بحكم ان عندهم حلبات هناك. هني بالكويت كانت الارض كلها مبسوطه بحكم ان الكويت
يعني دولة ما فيها جبال أو ولا فيها صحيح. حلبات يعني مرتفعة، صح. فلما تصير الحلبة الجديدة ويفتتحونها، أنا طلعت عليها قبل فترة، أنت شفتها؟ شفتها وسويت حلو. فيها تيست حلو سريع. حلو جميل. شنو كان الشعور بالتيست؟ وايد حلو للأمانة، يعني كان تشالنج قوي، ويعني كنت أول واحد سوي فيها تيست، وتجربة بسيطة الحمد لله. إن شاء الله يعني يكون عندنا ادفانتج لما تفتتح الحلبه باذن الله. احنا متوقعين الذهب خلاص عقب هذا الصرح اذا تبطل، ما عندنا خلاص ما عندنا في عذر. صار عندنا ملعبنا، صحيح. صار عندنا حلبتنا وسياراتنا موجوده، ما عندنا عذر باذن الله. ان شاء الله يا رب تشوف النور هذه الحلبه ولا بانتظارها. يعني ناصر، العقبات والتحديات اللي تواجهكم في لعبه الدريفت هذه؟ والله العقبه الكبيره اللي قدامنا اللوجستيك، اللي هو الشحن والتنقل، بحكم ان البطوله ما تقام في دوله واحده. هذا يعني عقبة بحد ذاتها شيء كبير. وغير هذا أن الشركات الراعية كانت شوية قليلة وما تغطي يعني كامل التكاليف، بحكم بعد عندنا نادي باسل اللي يعني يساهم معنا في الدعم، وعندنا الهيئة العامة للرياضة، لكن بالآونة الأخيرة قللوا مبلغ الدعم المخصص لتجهيز المركبة. يعني في السابق كان أكثر من 4000 دينار، الحين يقول لك لا ماكسيموم 2000. زين احنا توايرنا ب 2000 دينار. فالباقي منو بيدفع؟ انت تدفعها من جيبك. ويعني يمكن يجي لك دعم، يمكن يجي لك تعويض. ما علي ناصر، بس عشان يعني نوضح الامور ونحط النقاط على الحروف، اليوم انتم بهذه الانجازات وبهذه الابداعات، والكل يشهد بانجازاتكم، ما هي غريبه حبيب. عليكم، لكن انتم قاعد تدفعون النص الباجي من كل، خلينا نقول تكلفه شحن او تكلفه معينه قاعد تواجهكم، او تنتظرون رعايه معينه؟ شوف هذا 2016 كله كان من الكوست الشخصي. انت؟ نعم. الى ختمنا البطوله في البرازيل شهر اكتوبر 2016، بعد ذلك اتانا تعويض من الهيئه العامه للرياضه، مشكورين. وديت المبلغ اللي انت دفعته؟ لا والله مو كله. يعني بس هم عوضونا الجزئيه اللي هم موافقين عليها. اوكي. احنا صرفنا اكثر من المبلغ اللي تعوضنا عليه، لكن شيء احسن من لا شيء. وقلنا لهم يا جماعه ان التعويض بالعكس يعني مو شرط انه يفيد، ممكن يضر. اذا انت ما عندك الماده اللي تخليك تستعد للسباق، صحيح. وتجهز نفسك حق السباق ماديا ومن خلال تمارينك المستمره، شلون بتشارك؟ صح. فياتيك تعويض متاخر يعني يغطي شيء من لا شيء. و2017 الحمد لله يعني حصلنا جولتين تعويض وجوله دعم وجوله غير موافقين عليها، والحمد لله. يعني ناصر، انت على هالكلام هذا بين انت اغلب مشاركاتكم اللي فيها مبلغ وقدره انتم قاعد تدفعون وتنطرون، صح. تعويض معين، صحيح. اذا ما في برنامج لكم يعني يساهم بانه والله خلينا نقول طريقه الرعايه، المبالغ اللي راح تتم تسديدها مثلا؟ لا عندنا يعني احنا كله مجهود شخصي قاعد تدفعون؟ كله مجهود شخصي، وعندنا نادي باسل السالم كاجراء روتيني يصير من اللاعب الى اداره النادي. اللاعب يقدم طلب جدول السنوي، النادي يوافق عليه ويعرضه على الهيئه العامه للرياضه، وكل جوله بجوله النادي يقدم لك طلب دعم، تخصيص مبلغ الفلاني الى المتسابق الفلاني للبطوله الفلانيه، وتنتظر انت الموافقه. تنتظر ما جت الموافقه ايش بتسوي؟ تكنسل السباق وانت مثلا شاحن سيارتك، صحيح. او شاري تذاكرك او مرتب امورك، فاحنا نغامر انا والشباب، يلا خلينا نتحاطط نروح السباق وننتظر التعويض. اذا اتاك التعويض يعني زين، نحط تغطيه حق الجوله اللي وراها، اللي وراها. وخذ وغط، وخذ وغط، هذا الموضوع. ان شاء الله تجيكم رعايات. ان شاء الله يا رب. شوف احنا ما نجحد شركات الرايه عندنا، صحيح. الحمد لله الشركه الكويتيه تزويد طائرات الوقود كافكو، عندنا شركه دير اندير، وعندنا شركه هايلايت برودكشن، يساعدونا يغطون يعني بعض المصاريف، لكن مصاريف رياضه المحركات ترى كثيره مكلفه، صحيح. إيه اذا صح. ما صار في اهتمام دايركت من، صحيح. الهيئه العامه للرياضه او وزاره الشباب او دايركت من النادي المخصص اللي انت فيه، راح تكون مصاريفك جدا باهظه، صحيح. ان شاء الله تلقون رعايه باذن الله الرياضه، باذن الله كل امور تتسهل ان شاء الله يا رب. يعني استاذ ناصر، بودنا نوضح للمشاهد شنو الفرق بين رياضه راليات والدريفت. الراليات هي اسمها صعب بعد ما الراليات تعتمد على سباقات السرعه والتايم اللي انت تقطعه، ودائما تكون في منطقه اقرب مالها صحراويه او بالبر، اساسا نكون احنا اوضح. وتعتمد على زمن السياره اللي تقطعه من الستارت تو فينش، ويصير في عليها ترتيب عام وترتيب على حسب الفئات. رياضة الدريفت دائما تكون على أرضية أسفلتية، على طرق مزفلتة أو على حلبات مخصصة. رياضة الدريفت ما تعتمد على زمن، رياضة الدريفت تعتمد على زاوية انجراف المركبة. ما يصير قائد المركبة يسوق طريق مستقيم،
لازم يكون يعني ماشي على جنب سلايدنج او انجراف طول الوقت، تكون سرعته عاليه بالانتري، تكون زاويه انجراف معينه على حسب طلب الحكام سواء كانت يمين او يسار، تمشي على مسارات مخصصه يحطوا لك اياها الحكام، تكون قريب من الطوفه، تكون قريب من اماكن يعني ذات مرتفعات. يعني على حسب التصميم الحلبة، على حسب الحكم اللي يحط لك التراك. الدريفت تعتمد اكثر شيء على اداء المتسابق وستايله والشو اللي يقدر يقدمه للجماهير واللجنه، لجنه التحكيم. الرالي تعتمد على زمن، سرعه زمن وسرعتك انت بقطع المسافه الفلانيه. حلو. هذا الفرق بينهم. يعني الفن اكثر بالدريفت. بالدريفت اي يعني تقدر تستمتع اكثر مثل ما قلت، ممكن تبين ستايلك صحيح في الدريفت. يعني هذا اللي يخليك تبتهر شيء. وانت تحب الدريفت طبعا. والله هني انا مكس. انا معلمي بطل راليات فما اقدر انحاش شويه كامل. بس تستهوي الدريفتنج يعني؟ نعم الدريفت فيه وايد فن وانبسط فيه اكثر. حلو. رن شويه فيها ستريس وسرعه ووقت معين لا وتدش متاخر، دش متبكر، بلنتي عليك. صحيح. خلينا نقول هذه الامور شويه ممكن لها جوها الخاص. صح. لكن يعني خلينا نتكلم عن جزئيه تواجدك في بعض السباقات اللي خلينا نقول الجو العام مو نفس الجو الخليجي او الجو العربي من ناحيه الطقس الجوي، من ناحيه صح. الارتفاعات، بعض يعني خلينا نقول الوضع اللي عندهم والطبيعه عندهم مختلفه اختلاف كلي عنه، برد اكثر من طقس بارد، مطر، يعني العواصف اللي عندهم، هذه الامور كلها. شلون انت خلينا نقول كمتسابقين كويتيين بالاخص بالنسبه لك ناصر قاعد تتعامل مع هذه الامور وقاعد تحقق ما شاء الله عليك انجازات؟ والله شوف باليابان صار لي يعني صار لي رياكشن شويه خوف، لان كانت الحلبه اللي سبقنا فيها باليابان كانت وايد خطره، وانا لما كنت صغير كنت اطالعها احلم اني اوصلها. حلو. فانا وصلت لا صار الادرينالين عالي، صار عندك رهبه، لان الحلبه كان فيها جمب وكان فيها داون هيل يعني تنزل وادي. ايش كثر الارتفاع قاعد يكون يعني؟ يعني كانها قاعد تسير السياره. الحلبه كانت بزاويه 45 درجه. حلو. من الحدر. فكان فيها خطوره. ف سافرت قبل السباق انا بعشرة ايام، شريت سياره حق تمرين تمرنت عليها اسبوع كامل. تدفع انتري حق الحلبه كل يوم، تروح تدفع اشتراك يومي حق الحلبه وتدخل تتمرن. الى اليوم الخامس كان ما عندي اي حوادث، اموري كانت كلها زينه، وضعي طيب وكل امور ممتازه. اتصلت على احد المتسابقين اليابانيين قلت له الحلبه الفلانيه سهله بالمطر ولا صعبه؟ شايف انت تتمرن مطر؟ قلت له ايه. قال لا لما تكون الحلبة ناشفة وايد أخطر وايد أصعب. يعني أسهل بالمطر. أنا كنت بالمطر كانت سهلة وايد. إحنا بلنا أصعب. لا كان زين. رحنا عاد انتظرنا أن الجو يكون غير غائم. انتظرنا يومين، رحنا تمرنا بيوم الجو ناشف أوكي، لفة لفتين ثلاث، يمكن اللفة 16 ختمت انا بحادث. فكان يعني وايد رياكشن. حتى ما تعورت بس؟ لا الحمد لله ماكو اصابات. سيارات سباق فيها سيفتي. سياره خلاص قطيناها سكراب. اخذت رياكشن شويه، نعرض علي مساعده من احد الفرق المحليه هناك، وفروا لي سياره ثانيه ونزلت فيها سباق وكان ادائي وايد افضل الحمد لله. فتطورت الموهبه كل تمرين تتطور. اذا تروح تتفاجئ بنفس البيئه او تروح نفس يوم السباق صعب، تبي تسابقهم صعب. صعب. صارت معنا بالبرازيل، صارت معنا بالنمسا بحكم السياره وصلت متاخره. قبل السباق باربع ساعات. اربع ساعات وصلت قبل السباق، فكان علينا وايد ضغط. صحيح. وما تمرنا على حلبة عدل وكان وايد مشاكل. فالادفانتج لك انك تكون مبكر رايح. صحيح. بس هم مرات تكون عندك التزامات بالبيت، الدوام، الوظيفه، انك تروح تقعد قبلها باسبوعين تتمرن هناك. صح. يعني بما انك قاعد تقول انها رياضه خطره، فيعني شلون رده فعل الاهل، الوالد والوالده، وبما انها يعني هي خطره ومثل ما قلت انت تتعرض لهذا الشيء، شلون دعمهم معك في هذا المجال؟ لله الحمد الوالد متفهم، بس بالاول كان بالعقال. يخاف عليك. اي لازم. انت فلذه كبده ف يشوفك انت قاط نفسك بمخاطر. بعدين لما شاف سياره السباق لها مجهزه بوسائل امن وحمايه، وبدال حزام خمس حزم فيها، بدال طفايه حريق فيها ثلاث، وعندك الاسعاف، عندك الدفاع المدني، الاطفاء، عندك رجال المرور والمنظمين والمارشاليه كلهم متواجدين موقع، فتقل نسبه الخوف خطورة. وتقل نسبه الخطوره كذلك. وبعدين مع الايام الولد لا تفهم الموضوع. اوكي شافني بما انك انت تمارس هوايتك بمكانها. اوكي صحيح. حتى اساسا لو نتطرق لاي لعبه اخرى فيها اصابات، فيها اصابات اذا مارستها بشكل خاطئ او غير مكانها المحدد
فيها اصابات ممكن تكون قاتله او صح. اصابات يعني الله يكفينا الشر تكون جسيمه. صحيح. احنا نحاول كثر ما نقدر نكون مكاننا الامن، ملتزمين بلبس السباق الخاص ولابسين الخوذه ومسكرين الحزام عدل، ومن بعد حمايه الله ان شاء الله احنا نكون بامان ان شاء الله. اكيد والله يحفظكم يا رب. لكن اليوم ناصر خلينا نرجع لايام خلينا نقول الصغر وايام اللي انت اخترت بان انت تكون متسابق. يعني انا اللي اعرفه واحنا صغار واحد يختار يكون لاعب كره قدم، اذا بيبعد كلش بيكون لاعب كره يد. خيارات المراهقه نختارها بعدين. صحيح. تقص الليسن كل شيء يعني. خلينا نتكلم بدايه اختيارك لانك انت تكون اليوم متسابق للرالي او الدرفت. انا تاخرت. شلون جاتك الفكره؟ تاخرت الى 2002 التقيت باحد الطرق العامه سياره سباق على شاحنه مسحوبه. حلو. لا سياره كويتيه، لا سياره مكتوب عليها علي الملا كويتي، هذا من ربعنا خل احقه. لحقت لين ورشته، كان بطل راليات اخوي الكبير علي الملا. نعم. بطل رالي الكويت 2001 2002 و2000 و2001. فتعرفت عليه قلت له انا فيني شغف رياضه محركات، شلون بشارك وياكم بتعلم؟ قال لي عندك سياره رالي؟ قلت له لا. قال لي صعب تدش بسياره عاديه على طول رالي، يبغى خليك وياي بالفريق وانت شوف نفسك اذا بتكمل ولا بتنبس ويانا بالفريق من الاستاف. اول سنه وياهم بالفريق انا شاد حيلي. حلو. مع فريق الصيانه. ثاني سنه لا قامت تطور موهبه. ثالث سنه يقول لي يبغى انت عندك تشالنج، خلي دخلك وياي راليين نشوف سواقتك. بعد الراليين لا اعطاني سياره من سياراته ونزلت شاركت فيها. ممتاز. تطورت موهبه، قمت انزل معاه مساعد ومرات انزل بسيارته الاحتياط سائق. الى 2007 شريت سياره الدريفت، شويه تغيرت الفكره. حلو. هني شويه رحت حق قلت له ايش رايك كابتن انا بحول دريفت؟ قال لي لا مو بكيفك، تبي تشارك رالي شارك، تبي تشارك دريفت شارك، بس متى ما احتاجك رالي تكون موجود. قلت خلاص انا تلميذك ما اروح يمين يسار. هني منو كان متسابق؟ علي الملا. علي الملا هو اللي وجهني جزاه الله خير مشكورا، ممكن هو متابعنا الحين. هو اللي وجهني وحافظ علي بدل اكون احد المشاكسين بالطرق. هذه النقطه اللي بتكلم عنها ريم اليوم، واكيد يعني البطل ناصر الطيري، بانه اليوم المتسابق علي الملا والبطل علي الملا اليوم كان بامكانه مثلا يشوف اي احد شافك مثلا مكلمه عند الورشه يقول لك لا حبيبي احنا كاملين ومشكور يعطيك العافيه. هو مو مجبور، توكل على الله، ما هو مجبور. لكن انا يمكن هذه القصه اللي تكلمت عنها قبل شوي وتجربتك انه خلى بيدك وخلاك تشارك. صحيح. مع الفريق. صحيح. قدر انه يبعدك عن لا سمح الله من مخاطر الشوارع والسرعه اللي تكون في الشوارع، فاتوقع انه ساهم بشكل او باخر بوجود هذا البطل. هو صنعني للامانه في عالم رياضه المحركات استاذ والبطل علي الملا، هو اللي صنعني وخلاني انا متسابق محترف ملتزم بالقوانين المروريه، ملتزم بجميع يعني القوانين الرياضيه والمروريه والاخلاقيه في الطرق العامه. وكثير من المتسابقين الكويتيين يبادرون، لكن صعب اللي قاعد يصير صعب بين التواصل بين عامة الشباب والمتسابقين. أكثر الشباب يقول لك أنا أبي الفري أدرينالين، يعني أنا أبي أخذ شغف واستهتار ويعني أعيش روح السباقات فري كوست. ما يصير، أنت راح تروح تعرض نفسك للخطر، يعرض الغير للخطر، وتخالف القوانين المرورية وتسبب مشاكل في الطرقات. ممكن انت اذا انت محترف تسوق سيارتك عدل زين، الكل مو نفسك. صح. ممكن احد الخوات تسوق سيارتها يعني راده البيت معها عيالها. صحيح. اختيارات تدعمها كبير السن، ابائنا امهاتنا، ممكن انت تقطع اشاره تعرض حياه الكل للخطر. صحيح. فاذا اكثر الشباب يدور فري ادرينالين او يدور الفري هوبي، هذا راح يعرض الكل للخطر. صحيح. نتوجه للاماكن المخصصه للسباقات ويلقى التوجيه من المتسابقين. المتسابق اللي يقول لك ما راح اساعدك، هذا دمك انت برقبته هو، وتقدر تحاسبه باي وقت. صح. فلان قصر وياي، انا صرت مثلا خارج على القانون او مستهتر او تسببت بحادث لان فلان ما نصحني. اذا هذه الفكره يمكن نقدر نختم فيها هذه الفقره معك البطل ناصر المطيري، بان الواحد ممكن يختار طريق ثاني ويكون في بطل مبدع مثل ما انت اليوم معنا. كل شكر على تواجدك. الله يجزاك خير. نلقاك ان شاء الله بانجازات اخرى ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.